أكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق تمكين، أكد بأن تمكين عمل منذ تأسيسه على دعم وتطوير الاقتصاد 2006 بمختلف قطاعاته، حيث قامت بضخ ما يقارب مليار دينار استفاد منها حوالي 200 ألف مواطن بحريني و53 ألف مؤسسة بحرينية. أضاف السيد حسين محمد رجب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن استراتيجية تمكين للسنوات الخمس المقبلة تركز على تبني ثقافة التغيير لتحقيق التأثير الاقتصادي والتركيز على الانتاجية من خلال التأكد من توجيه الدعم إلى المشاريع التي لها الأثر الاقتصادي الواضح. بالنسبة للاستراتيجية الجديدة، مثل ما تفضلت، خلال الخمس سنوات القادمة راح يتم التركيز بشكل كبير على تبني ثقافة التغيير لتحقيق التأثير الاقتصادي والتركيز على الانتاجية، وذلك طبعا من خلال التأكد أن الدعم تمكين يتم توجيهها في مختلف المجالات، المشاريع اللي يكون لها أثر اقتصادي بشكل واضح، بما في ذلك المشاريع ذات الانتاجية والفعالية والقيم المضافة العالية. نعم. بحيث تم وضع معايير معينة يتم الاعتماد فيها، خصوصا إذا تكلمنا طبعا عن برنامج تطوير الأعمال اللي تم تدشينه في شهر فبراير الماضي. هذه المعايير تشمل عدة أمور، بما فيها الأتمتة، الأوتوميشن، التحول الرقمي، تطوير الموارد البشرية، كفاءة الموارد البشرية بالإضافة إلى التصدير، وغيرها من الأمور المتعلقة بالابتكار والإبداع.